مهند ام سربيون واحد ثاني ربي تراك مره وحشتهم، كانت كلها كومنتات عنك. اوكي خذ هلا سربيون وحشتوني يا حلوين، وين كنتوا؟ اسمعي سربيون، انا ابغى اتحدى احد يقول النص مش خايف من اخر مره. ايوه خلاص ترجع تسوي لي مثل انتوا قرروا اكثر كومنتات تجيني اني العب معاه ولا ما انا ما بلعب معاك. انت لو خسرت تقعد زعلان. ما عليكم ما عليكم، بس اهم شيء قرر. ما با قرر. رجعت من الاجتماع ألقى مهند نايم قاعد يكلم تلفون. مهند مهند قوم يلا حجر القمقص قوم يلا مهند يا مهند. خلاص يعني انت خسران؟ طل فيه انت خسران؟ طيب اجل مهند. اوكي كلمت ناس روح اتمشى هو مهند عشان يحاول يصحصحه، وانا جيت بيت عمتي ولي فترة ما شفتهم. خليت بنت عمي تدق الجرس اول لانهم حيشوفوها من هنا. يلا شوفوا دخلت عليهم هم يتنقشوا حركه. انت خلاص ناشف صح؟ ايوه. انت كمان اشوف اللهم الرحيل حقك. وانت اسري المهم انا شوي بتنقش سواجه ولد عمتي يا مربوع.